قامت جمعية فعل الخيرات بإطعام الطعام المجاني للخمس مطابخ في مدينة الموصل، في ثلاثة في جانب الأيمن واثنين في جانب الأيسر. تمت الاستعدادات جمعية فعل الخيرات وعلى رأسها دكتور سعد الله ودكتور أحمد العمري، استعدادات للمواد الغذائية واستعدادات للسفري وتقسيم الحصص للعوائل الأيتام والحصص للعوائل المتعففة. محمد، شنو المائدة اللي راح تقدموها؟ نعم، حسب توجيهات دكتور سعد الله ودكتور أحمد العمري عندنا ثلاث قواني تمن، وعندنا فاصوليا، وما تيسر لنا من 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 الخضروات، وعندنا صمون، وعندنا إن شاء الله دجاج وعدس، ويعني هاي الوجبة الغذائية. جميع المطاعم جانبية الأيمن والأيسر؟ نفس الخمس مطابخ نفس الشيء حسب التوجيهات. عندنا جان الخزرج، عندنا العوائل الأيتام للمنطقة، وعندنا دورة الحماميل للمشرفين للأيتام، عندنا 100 حصة، يعني كل حصة تقريبا بأربع نفرات، وتقريبا 100 حصة للباب للمنطقة، وتقريبا نفس الشيء للباب الجديد والنبي يونس، لأن كثافة بالسكان للمنطقة بس، وعندنا في حي الزهراء لهم للمشرفين وللمنطقة الأيتام. محمد، راح تقومون بتوزيع المال في الإفطار، راح تكون عن طريق السفري وداخل المطاعم؟ لا لا لا، عن طريق السفري، عن طريق السفري، يعني يكون التوزيع إن شاء الله في الأربعة ونص خمسة إلا ربع يبدي التوزيع، يأخذون على شكل سفري وعلى شكل جدور للعوائل الأيتام والفقراء. إحنا استعداداتنا إن شاء الله عندنا وجبة سفري ننطيها للعوائل، مع إضافة عندنا جدورة على الباب ننطيها للعوائل، عندنا عدس، شوربة عدس، ومرقة مال فاصوليا، مرقة مال بوتيتا، مرقة مال خضروات، وعندنا تمن، وعندنا دجاج ثلاث أيام بالأسبوع، سبت واثنين وخميس. آلية التوزيع نجي احنا على الطبخ من الصبح، نطبخ نحضر بالأربعة ونص بالخمسة نوزع السفري وللجدورة للعوائل المتعففة، حتى لو عدد كبير مستعدين. احنا خمس مطابخ، احنا الأول اللي احنا بالقديمة، والباقيين كلهم مستعدين ما شاء الله.